أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن طير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا
بنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم.